السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة عصافير جنة الأطفال نقدم لكم: علموا بناتكم هذه الأمور. 1- ضعي يدك على صدرك عندما تريدين التقاط شيئا من على الأرض من باب ستر نفسك. 2- لا تضعي قدما فوق قدم أمام الرجال أبدا من باب الأدب. أفضل واجلسي وأقدامك قريبة من بعضها. 3- لا تصعد السلم ومن خلفك رجل، بل قفي على زاوية واصعدي بعده. 4- لا تركبي المصعد مع رجل غريب، انتظري خروجه ثم صعدي بعدها. 5- ابتسمي بهدوء ولا تضحكين بصوت مرتفع. 6- لا تصافحي بيدك ابن عمك أو ابن خالتك أو أي ولد حتى لو كان صغيرا. 7- اجعلي دائما مسافة كافية بينك وبين أي شخص تتحدثين معه. 8- دائما اجعلي هناك حدود في التعامل مع أي شخص مهما كانت قرابته، واحفظي وقارك. 9- لا تمزحي مع صديقاتك في الشارع، واحفظي أدب الطريق. 10- انتبهي عند دخول الناس على مكان وجودك، وقفي احتراما للكبير، واجلسي على كرسيك المتعب وكبير السن. 11- تجنبي إرسال ابنتك إلى المحلات بلباس مكشوف، ونبهيها عن عدم التقرب من البائع أو البقاء مدة طويلة في المحل. 12- الرجال في الشارع غرباء من غير الأب، فلا يجب التحدث لأحد، فهناك مرضى نفسيا بالتحرش حتى لو كانوا أقرباء. 13- لما تنزلي لتحملي شيئا من الأرض أو أن تشاهدي شيئا ما في محل أو السوق أو مكان عام، تجنبي وضعية الركوع، ومن الأفضل أن تنزلي جلوسا ثم تقفي حتى لا تظهري في وضعية محرجة ولا ينكشف جسمك من الخلف. 14- لا تسردي كل حياتك في الحافلة أو سيارة الأجرة، فالحيطان لها آذان، ولا ترفعي صوتك واكتفي بالتسبيح بهدوء. 15- قد يرى البعض أن هذه السلوكيات اندثرت وانتهت، لكن دورنا أن نعيدها، فهي جزء أصيل من ديننا العظيم. لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله.